قام المسيح لكي يدل على أن قوته وهو داخل القبر كانت أعظم من كل قوة خارج القبر. السيد المسيح كان لابد أن يقوم لكي يعمل عملا رعويا. هو أتم عمل الفداء يوم الجمعة، لكن عمل الرعاية كان لابد أن يعمله بالقيامة. وعمل الرعاية كان على أنواع، نوع منه إزالة الشكوك التي في عقول التلاميذ والنساء، شكوك توما، شكوك مريم المجدلية، شكوك التلاميذ الأحد عشر اللي لما ظهر لهم المسيح ظنوه خيالا أو ظنوه روحا، افتكروا ده روح أو خيال. ما هو لو روح أو خيال يبقى الجسد لم يقم، لأن القيامة هي قيامة الجسد مش الروح. الروح لا تموت، القيامة هي قيامة الجسد. عشان كده احنا في المعمودية لما بتيجي الأم تقول قانون الإيمان عن طفلها بتقول إنها تؤمن بقيامة الجسد، من ضمن الكلام اللي تقوله قيامة الجسد، لأن القيامة هي قيامة الجسد، الروح ما بتموتش. فلما هم يفتكروه ظنوه روحا، يعني روح ظهرت ليهم، طب والجسد راح فين؟ عشان كده المسيح قال لهم لا، جسوني وانظروا، الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. بيثبت ليهم قيامة الجسد. فكان لابد أن يزيل الشكوك، دي أول حاجة. وتاني حاجة يعطي القوة والشجاعة لهؤلاء الخائفين المضطربين الذين أغلقوا على أنفسهم في العلية. يبقى أول حاجة يزيل الشكوك، ثانيا يعطي الشجاعة والقوة، ثالثا يريح لنفسهم تعبانة، يريح لنفسهم تعبانة. زي بطرس كان تعبان لأن أنكره ووشه في الأرض ومكسوف وحالته كلكم عارفينه. فقال له ما تزعلش يا بطرس، اوعى تخاف من عبارة من أنكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات، وتشعر أنك اتفقدت وضعت، ارعى غنمي وارعى خرافي، يعني رجعتك إلى رتبتك الرسولية فما تخافش. يقنع مريم المجدلية التي ظنته البستاني. يبقى أولا يزيل الشكوك، ثانيا يعطي الشجاعة والقوة، ثالثا يريح النفوس التعبانة، رابعا يسلم التعليم السليم ويعطي الفهم الحقيقي ويشرح ما ورد عنه في توراة موسى، في الناموس، وفي الأنبياء، وفي المزامير، يشرح ويفهم، وأيضا يسلم العقيدة ويسلم الطقوس ويسلم أسرار الكنيسة، وأيضا يسلم الكهنوت للتلاميذ بقوله لهم، نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، كما وردت في يوحنا 20 آية 22 و 23. يبقى قيامته كان لازمة، لازمة لعمل رعوي، وله جانب نفسي وله جانب فكري تعليمي، الاتنين مع بعض، العامل النفسي والعامل الفكري والتعليمي.
لكي يعطي التسليم والتعليم والتفهيم، يعطيهم العقيدة السليمة.